مثال: لاحظ وأكمل. الاثنين 30 ذو القعدة 1428 هجرية 10 ديسمبر 2007 ميلادية. ألف: اليوم المبين في النتيجة هو يوم. ب: الشهر الميلادي هو. ج: الشهر الهجري هو. د: الشهر التالي مباشرة لشهر ذو القعدة هو شهر. ه: الشهر السابق مباشرة لشهر ديسمبر هو شهر. نقط. الحل: ألف: اليوم المبين بالنتيجة هو يوم الاثنين. ب: الشهر الميلادي هو شهر ديسمبر. ج: الشهر الهجري هو شهر ذو القعدة. د: الشهر التالي مباشرة لشهر ذو القعدة هو شهر ذو الحجة. ه: الشهر السابق مباشرة لشهر ديسمبر هو شهر نوفمبر. مثال أكمل: الشهر رجب، ترتيبه 7، رمضان، نقط، ذو الحجة، نقط، المحرم، نقط، ربيع أول، نقط. الحل: الشهر رجب، ترتيبه 7، رمضان، 9، ذو الحجة، 12، المحرم، 1، ربيع أول، 3. مثال أكمل: الشهر فبراير، ترتيبه 2، أكتوبر، نقط، مايو، نقط، سبتمبر، نقط، يناير، نقط. الحل: الشهر فبراير، ترتيبه 2، أكتوبر، 10، مايو، 5، سبتمبر، 9، يناير، 1. مثال: لاحظ وأكمل. الاثنين 14 ذو الحجة 1428 هجرية 24 ديسمبر 2007 ميلادية. ألف: التاريخ الميلادي ليوم الخميس التالي مباشرة ليوم الاثنين الموضح بالنتيجة هو. نقط. الحل: 27 ديسمبر 2007 ميلادية. ب: التاريخ الهجري ليوم الاثنين التالي مباشرة لليوم الموضح بالنتيجة هو. نقط. الحل: 21 ذو الحجة 1428 هجرية. ج: يوم السبت السابق مباشرة ليوم الاثنين الموضح بالنتيجة كان تاريخه الميلادي هو. نقط. الحل: 22 ديسمبر 2007 ميلادية.